اليوم رح نحضر سوشي بالبيت. بغسل كبية وثلاث ارباع من الرز الياباني كتير منيح تصير المي صافية. بصفيهم من المي وبنقلهم على طنجرة وبحط فوقهم مقدار كبيتين مي. بحطهم على نار قوية حتى يغلو. بس يغلو بخفف النار على الآخر، بغطي الطنجرة وبتركهم 10 دقايق. فينا نستبدل الرز الياباني برز المصري في حال ما تواجد. بحط 3 ملاعق خل السوشي مع ملعقة كبيرة سكر ونص ملعقة صغيرة ملح وبخلطهم كتير منيح مع بعضهم. رح جيب الرز اللي استوى وبعده سخن وحطه بجات كبير وحط فوقه خليط الخل بالتدريج حتى برد الرز شوي شوي. بخلط كتير عمهل كرمال ما خبص الرز. هيدي الحصيرة بستعملها حتى لف فيها رول السوشي. رح غلفها بورق كلينج فيلم كتير منيح واتأكد انه سكرت الجوانب كمان لانه بدي حافظ على نظافتها. منحط عادة بقلب السوشي فيليات السمك الني الطازة مثل السامن والتونة. أنا قدرت أبعد عن الني وأختار حشوة تناسب الكبار والصغار. لحوز خيارة، حبة مانجا، حبة أفوكا، 300 جرام قريدس مسلوق ومقطع أصابع سوري من كراب، خلطة الرز اللي حضرناها قبل تكون بحرارة الغرفة، 3 ملاعق كبار جبنة الفيلادلفيا، ملعقتين كبار سمسم محمص، وما بدنا ننسى ورق النوري اللي هو أساسي بلف السوشي. هيدي مكونات أنا اخترتها وأنتو نقوا مكونات على ذوقكم. رح بلش بالتقطيع. الخيارة بعوز منها القسم اللي قريب من القشرة، أما اللب اللي فيه بزر فرح حطه على جنب لأنه ما بعوزه. رح قطع شرحات كتير رفيعة بهيدا الشكل. بقص المانجا بهالشكل وبقشرها من برا. أول قسم رح أقطعه شرايح سميكة للحشوة. أما تاني قسم فرح أقطعه كتير رفيع، هيدا رح استعمله تزين فيه الرول من برا. لب عن القشرة بالملعقة. وأول قسم رح قطعه كتير رفيع، هيدا للتزيين. وتاني قسم رح قطعه أصابع أسمك شوي كرمال حطه بالحشوة. هيدا ورق النوري فيه ميلة خشنة وميلة ناعمة. رح قص الورقة بالنص واستعمل الميلة الخشنة حتى أحط عليها رز. خلي مي نضيفة حدة، بلل إيدي وبمد الرز بهيدي الطريقة. المي بيساعدنا إنه ما يلزق الرز على إيدنا. هلأ لحط سمسم على الوجه وقلب النوري على قفيها تحط بقلبها حشوة. لحط بهيدا الرول أفوكا، كراب وجبنة الفيلادلفيا. بترك قسم فاضي من الرول حتى بسلف ما تظهر الحشوة لبرا. بلف نص الرول وبكبس منيح، برجع كفي اللفة وبكبس مرة تانية. بنقل الرول على صحن وبكفي بنفس الطريقة. لحط بقلب هيدا الرول الأفوكا مع القريدس المسلوق. رح زينه على الوجه بالأفوكا اللي قصيناه كتير رفيع. منمدن على كل الرول ونرجع منكبس كتير منيح حتى نلزق الأفوكا على الرز. هيدا الرول رح نشتغله بغير طريقة. رح نحط الرز من ميلة جوا، ورقة النوري من ميلة برا، منسميه ماكي. ماكي تانية لحط فيها القريدس مع الخيار. الطريقة اللي عم بلف فيها الرول هي واحدة،
أهم شيء أنه لف الرول على مرحلتين، وبكل مرحلة رص منيح حتى الرز ياخد على بعضه والرول يلزق كتير منيح. حطيت المانجا اللي مقطعة رفيع على وجه الرول وبكبس كتير منيح حتى يلزقوا على الرز. كفي بنفس الطريقة حتى يخلص عند الرز، وبنوع بالحشوات تيكون كل رول فيه طعمة غير عن التاني. في حدا زغطور عم يجرب يساعدني. هلا لحط ملعقة مايونيز على السوريمي المقطعين، رح اخلطهم كتير منيح. هدول اللي حستعملهم على وجه الماكي. هلا رح نقطع، رح نشيل اول الرول واخره، نرجع نقص الرول كله بالنص ونقسم كل شقفة بطريقة متساوية. رح أقطع كل الرولز اللي عملناهن وحطهم بصحن جاهز للتقديم. في حال حبينا نحتفظ بالرولز بقلب البراد ما منقطعهم، نتركهم شقفة واحدة ومنقطعهم بس بدنا نحطهم على الطاولة. وبيتقدموا مع الجينجر والصويا صوص. ليكم منظرهم شو حلو. ألف صحتين. ما تنسوا تشتركوا بالشانل تيوصلكم كل شي جديد.